مرحبا. عام 2024 راح يكون العام الأعلى حرارة على الإطلاق، عنوان يتصدر حروف البحث اليومي عن درجات الحرارة. العالم والعراق يشهد ارتفاع درجات حرارة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والأمم المتحدة تحذر من جحيم مناخي. بغداد والمحافظات ترتهب لنصف درجة الغليان. الأمم المتحدة ايش سوت؟ أصدرت تحذير بأن يشهد العام 2024 درجات حرارة غير مسبوقة، متفوقة أكيد على السنة الماضية بعد ما كان العام الماضي هو الأكثر حراً على الإطلاق. تأثير ارتفاع درجات الحرارة أثر على ذوبان الأنهر الجليدية وارتفاع درجة حرارة المحيطات. طبعاً يعود ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ازدياد الغازات الدفيئة بالغلاف الجوي واللي بلغت مستويات قياسية. المنظمة العالمية للأصاد الجوية سوت؟ حذرت من أن موجات الحر والفيضانات والجفاف وحتى الحرائق تعطل الحياة اليومية لملايين الأشخاص، وتتسبب أيضاً بخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات. كل هاي الأشياء ممكن تدفع الكوكب إلى حافة الهاوية، فأزمة المناخ هي التحدي الأكبر اللي يواجه البشرية. وبذات السياق يعيش العراقيون يومهم تحت وطأة حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، وتتضاءل الفرص للهروب من اللهيب الحارق، وتنعكس آثار هاي الحرارة الشديدة أكيد على الحياة اليومية بكل تفاصيلها، من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى اضطرار الناس إلى البحث عن ملاذ بالظل والسعي المستمر وراء قطرات الماء الباردة.